احمد ربنا ان انا وسط نجوم كبار اساتذه، انا كان حلم حياتي ان انا اكون موجود في وسطيهم. بيتر روبي مع استاذ كريم عبد العزيز، مع استاذ بيتر ميمي، مع استاذ كريم محمود عبد العزيز، صحابي واخواتي واساتذتي برضو. بيتر احنا اصحاب من زمان، كنا في نجاحات جميله كمان، من الهرم الرابع للاب الروحي للاختيار اتنين لبيت الروبي. فانا مبسوط جدا بالتجربه والحمد لله، مش حاسس ان انا ضيف شرف فيها، حاسس ان انا من ابطال العمل يعني، لان التجربه كلها جميله. مع استاذ هنيدي واستاذ سعيد حامد موضوع مختلف كمان، لاني ناس انا وانا بتفرج عليهم في افلامهم كنت بحس بسعاده. فكرة ان ربنا يرزقني بان انا اكون جزء من حالة السعادة دي او ان اشوفها لايف شيء ممتع.